تمام كده يا معالي؟ تمام. اوكي، كاتبه كل حاجه ورايا. كتبت والله. اوكي، ها ايه الاخبار؟ ايه رايك يا مستر حمزه؟ وريني. بصي بقى مكسيلي، ها مش عايز اي خطوط واضحه خالص. تمام. حاضر. تلميلي شويه من هنا، وعايز بنستين هنا. اوكي خلاص. اوكي انا هكتب ورا حضرتك. اوكي تنسيش حاجه. حاضر. تابع ورايا معاك. حاضر. انا كتبت وانت اكتبي برضو للامين. ازيك يا ليلى؟ انا اميره يا مستر حمزه. اه امال اللي بقى هناك كانت دي نرجس. اه معلش. هايل هايل. اوه مستر حمزه. اه لا لا موديل جد. لا هو هايل مبدئيا، هايل. بس احنا عايزين طبعا نلم من هنا، باين قوي. نلم ده شويه واعملي ديكولتيه كويس. اوكي اكتبي معايا. كتبت. حاضر. وممكن نقصر 2 سم من تحت. خلاص واضح كده. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ في ايه؟ ايه يا جماعه التسايب ده يا جماعه؟ عندنا ده في ليه مهم يا معالي؟ طب ايه فين التركيز يا معالي؟ احنا مركزين يا مستر حمزه. ايه البادي اللي انتوا عاملينه ده؟ لا ده حضرتك مانيكان فاضي، ده اولا. ثانيا احنا بنعمل فساتين مش بادي هار. يا عماد ايه الاخبار؟ دي اخر تعديلات حضرتك طلبتها. بس انا يعني شايف. لا ما تشوفش، انا هشوف بنفسي. وريني كده. هايل 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 بصراحه، يعني حلو. وبعدين الحجم ده ما جربناهوش قبل كده، يعني الموديل ده ما عملناهوش قبل كده. انت الكورساج محتاجين كورساج، نزلي الكورساج تحت شويه عشان يبقى ناشف ان ده طري. ماشي. وممكن تعملي اوبليتات كده. بالنسبه لي انا تمام، لازم يبقى تمام. بصوا يا جماعه، احنا شغالين هنا ايد واحده مع بعض، الشركه دي بتاعتنا كلنا، وان شاء الله نعمل ديفري جامد. انا معاكم، اللي يحتاج اي حاجه يقول لي على طول، ما يتكسفش في اي وقت. مستر حمزه محتاجين السيجنتشر بتاعتك على الشيك ده، الاماونت بنص مليون جنيه. معالي انا في المكتب. مستر حمزه مش هينفع، عشان خاطر احنا ما صدقنا راينا حضرتك. تحفه يا عماد الانفيتيشن، برافو عليك. خلاص يلا نفذه، وابعتهم لكل الاسامي اللي انا اديتها لك. اوكي خلاص تمام. حاضر عماد. مش عايزه اسمين مع بعض، هي مش جمعيه، كل واحد لوحده. خلاص حاضر تمام. كلمت الصحفيين؟ كلمت الصحفيين والفوتوغرافرز اللي يجي يغطوا اليوم. ما تقلقيش من اي حاجه والنبي. طيب بس مش عارفه ازاي ما اقلقش، انت عارف اليوم ده مهم قد ايه بالنسبه للشركه. ان شاء الله لو الايفنت ده عدى على خير هنشوف مكاسب ما شفناهاش قبل كده باذنك يا رب. يا ستي والله العظيم انا مخلي اي فرصه للغلط. تمام ان شاء الله خير يا رب. استاذه معالي ثانيه واحده بس، عايزه اوريكي حاجه. ايوه. هي قولي لي كده، ايه رايك في الدرس ده؟ اخر حاجه خالص في ديزاين. حلوه قوي. تمام. لا لفي تاني كده. بس انا حاسه ان الكم ده محتاج يطول زي ده. طب حاضر. عشان ده واقع قوي، ومن هنا بقى محتاج يوسع شويه عشان حاساه قافش كده عليه. لا مش ماسك، انا مليانه من هنا شويه. مليانه وقدرتي تقولي الجمله في وشي كده عادي؟ يا حبيبتي احنا هنا شركه ازياء، يعني عايزين ناس كده. لازم يبقى عندك عزيمه اراده، مش اي حاجه قدامك تقعدي تلوشي فيها. ايه اللي مليانه ده؟ استغفر الله العظيم، بتخليني ليه بس اتعصب عليكي؟ بصي يا حبيبتي انا خايفه على صحتك، لازم تتعلمي انك انت ازاي تحافظي على جسمك وعلى رشاقتك. تمام، يعني التخن ده هيخليكي يبقى عندك ضغط، سكر، خشونه، والحاجات دي كلها غلط على صحتك. اقول لك خديني انا قدوه ليكي. تمام، قسي زيك. ماشي. حاضر يا فندم. برافو عليكي يا حبيبتي. تمام. حاجه تانية عايز تقوليها؟ لا خديها. أوكي. بقى خسسيها. يلا برافو عليكي. بقول لك ايه، وسعيه بس شويه عشان انا حاسه ان الحاجات كمان برزت قوي لما هي تخنت. حاضر ماشي. عماد كلمت الصحفيين؟